ختام فعاليات مؤتمر الأزهر للسلام بحضور بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني وشيخ الأزهر فضيلة الإمام أحمد الطيب، ويأتي هذا اللقاء بينهما أثناء جولة البابا لمصر على مدار يومين. هذا الاجتماع الذي يدعو إلى تطبيق شريعة الإسلام في قول الله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والبر أرقى أنواع الإكرام والإحترام، والقسط أرقى أنواع العدل والإنصاف. المؤتمر اللي بدأ من بارح والنهاردة زيارة البابا الفاتيكان لمصر وللقاهرة وللأزهر بالذات، هذا شيء فريد في تاريخ الإسلام وفي تاريخ الأزهر وفي تاريخ العالم الإسلامي، من حيث علاقات العالم الإسلامي مع العالم الغرب أو مع العالم الفاتيكان نفسه. وده أعتقد يعني وأظن أن دي فرصة، أول فرصة يعني زيارة الأولى وزيارة فريدة وزيارة معجزة يعني. وبخطاب من أعلى منصة الأزهر الشريف بدأ كلامه بالسلام عليكم بالعربية، مبديا رسالة اتسمت بالتعاون الذي أقيم بين قامات الأديان لتوثيق تواصل ثقافي وديني يبدد التطرف وأفكاره، عبر عنه الحاضرون بالدعم والتأكيد. زيارة النهاردة الحقيقة أنها رد قوي ومعبر عن أي شيء يقال بصدد اتهام الإسلام أو غيره من الأديان السماوية في قضية الإرهاب وقضية ثقافة العيش المشترك والمحبة والاحترام. رسالة بابا الفاتيكان وفضيلة الإمام الأكبر هي أن الأديان السماوية كلها منبعها واحد، هو محبة الإنسانية، محبة الله سبحانه وتعالى. الجميع متفق على نبذ الإرهاب والتطرف، الجميع متفق على ضرورة وحتمية العمل المشترك لمكافحة الإرهاب. زيارة البابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان في العاصمة المصرية القاهرة وبداخل مؤسسة الأزهر الشريف هي زيارة تاريخية تؤكد أن الإرهاب لا دين ولا وطن له. سارة الشلبي، صباح دريم.